بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا وحلقه من حلقات رمضان. هنعمل النهارده ان شاء الله طاجن سمان بالفريك، وهنعمل كمان عصير تمر هندي بالمشمشيه، والسلطه بتاعتنا النهارده بتنجان مخلل مع الكابوتشي. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل، وتعالوا مع بعض نعمل اول وصفه معانا النهارده، وهو طاجن الفريك بالسمان. كوبايه فريك منقوعه في الميه ومتصفيه كويس، وكل ما ننقعه احلى كل ما يدينا نتيجه احلى. سمان انا مقطعاه اربع، يعني السمانه بقطعها اربعه بالطريقه دي، وزبده، ثوم مفروم، سمنه، جوزه الطيب، وكزبره، طماطم مكعبات صغننه، صلصه طماطم، كريمه، بصل متقطع مكعبات. اول حاجه هعملها ان انا هشوح السمان، ده اول حاجه هحط له بقى كده معلقه من السمنه اهو كده، واعلي النار، وهحط رشه فلفل اسود مع جوزه الطيب، كل ده عشان نتبل السمان. انا متبلاه كده ميه بصل وفلفل اسود وشويه خل. خلاص ابتدي بقى ايه، لا استنى لغايه ما تسخن شويه، ممكن عقبال ما تسخن احط اشوح البصل اشوح الفريك. طيب نحط هنا الفريك، احط له بس ايه معلقة زبدة أو مكعب يعني زبدة كده، وأحط الفريك. ممكن ما نشوحش الفريك، بس أنا حابة أن أنا أشوح كله وأقوم حطاه كله في الطاجن، بيستوي أحلى، بيبقى مقرمش كده وفي نفس الوقت طري. يعني لما بنشوح الحاجة بتدي نتيجة أحلى، بس لو ما فيش وقت ممكن ما نشوحهوش. اهو بصوا كميه الميه انا نقعاه، ولسه برضو فيه شويه ميه نزل منه. بس اهو ده خلاص كده سخن، ابتدي بقى احط السمان. شايفين هو متقطع اربع كده، اولا بيخليه طري قوي وبيستوي حلو، وكل واحد هيحس ان هو كل يعني هيتبسط كده وهو بياكل، وشكله كمان في الطاجن هتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي. نحطه على الظهر بتاعه، يعني الجلد هو اللي يلامس السمنه كده، شايفين الورك صغنن قوي وشكله فظيع اصلا. بس بس نحطها كده بقى ونسيب. نبص بقى كده على ال اقلب كده الفريك كويس قوي، وابتدي اتبله هو كمان بايه بقى، بمعلقه كزبره، وكمان معلقه ثوم مفروم، بطرف المعلقه كده جوزه الطيب، عشان احنا كمان حطينا جوزه الطيب مع السمان فمش عايزين يبقى كتير قوي. نقلب كده كويس قوي، الروايح اصلا ابتدت تطلع وريحتها حلوه جدا لما حطينا البهارات مع الفريك كده. هحط له بقى حته سمنه صغننه قوي، الطواجن بتحب السمنه جدا، يعني عايزه اقول لكم بتبقى اطعم
الزبده مع السمنه، يعني لو هنحط مثلا مكعبين زبده لا نحط مكعب زبده مع معلقه سمنه صغننه، ويفضل ما نستخدمش الزيت خالص في الطواجن، مش هيدينا نتيجه حلوه. اهو هسيبه بقى يتشوح كده خالص، وده اهو سايباه كده. طيب الفريك خلاص كده، بصي كده اهو السمان بقى، نبتدي بقى نقلبه ونحط له بقى في النص الثوم، الثوم كده، وملح، وهنا كمان ملح. ونقلب كده تاني الفريك بعد لما حطينا له الملح. اهو يعني مش قادره احكي لكم لما الثوم بقى كمان بقى مع السمان بقى ريحته عامله ازاي. نحاول بقى نقلب السمان على الناحيه التانية كده، بحس ان لونه كله البينك ده كله يبقى ايه، يبقى بني فاتح. بس هحطله بالظبط نقطة خل صغننين، او يعني معلقة على دول ست سمنات، معلقه خل على ست سمنات. خلاص كده الفريك تمام. ابتدي احطه بقى هنا كده. كده حبه لزقوا كده في الطاسه، طيب اهو نبتدي برضو نحط معلقه سمنه صغننه، ونحط الطماطم، ونحط الصلصه، اقلب كده. نبتدي بقى هنا نحط البصل، عشان يتحمر وينزل ميته كلها مع السمان، عشان هي دي المرقة بتاعتنا النهاردة. المرقة بتاعتنا هي مية البصل مع مية مع السمان، الصوص اللي بينزل من السمان مع صوص الطماطم مع الصلصه، هي دي المرقه بتاعتنا. هسيبها بقى كده تتسبك. طيب ونحط الحاجات دي. ايه رايكم بقى نطلع فاصل، يكون السمان اتشوح مع البصل وكمان الطماطم، نرجع نعمل السلطه ونطبق كمان الطاجن. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل عصير ايه. هنعمل عصير تمر هندي بالمشمشة. عايزه اقول لكم العصير ده لذيذ كده ومزز وحلو قوي وجديد هيعجبكم. هنحط، هقول لكم الاول المقادير. المقادير عباره عن عصير تمر هندي مركز، سكر، مشمشيه. السكر ده على حسب الرغبه، يعني عايزه اقول لكم انا مثلا مش لو انا هشربه مش هحب ان انا احط عليه سكر، بس في ناس ما بتعرفش تشرب الحاجه غير لما تبقى مسكره، فممكن حتى كل واحد يحط السكر على حسب ما هو بيحب الحاجه مسكره ازاي. خلاص هحط التمر هندي اهو، ومعاه المشمشيه
انقعها بس في ميه عشان تنفش كده وتبقى جوسي وبتدي نتيجه احلى. خلاص اهو هنحط سكر، انا هحط 3 معالق سكر او لا كفايه معلقتين، كفايه معلقتين قوي. وهنحط ميه شايفين السمان لسه هو على النار عايزاه يستوي كويس قوي قبل ما ادخله الفرن عشان هو في الفرن بس ايه هيتحمر كده. ريحه جميله، ممكن اجي اجيب الخلاط كده واحطه هنا كده في الكاسه اللي هنقدمها في سفره رمضان. طبعا انا بقدم هنا سامبل كاسه واحده، احنا هنحط على حسب الناس اللي هتشرب. طيب كده خلصت العصير، نشوف بقى السلطه بتاعتنا هتحتاج ايه النهارده. السلطه بقى عباره عن كابوتشي متقطع رفيع كده زي ما انتم شايفين بالطول، ومايونيز وكاتشب ومسترد. خلاص اول حاجه هنا هجيب المايونيز، هحطه اول حاجه، هحط 3 معالق ومعاه كاتشب معلقتين، ومستردة هنحط كده ايه 3 معالق حلوين كده. دايما المايونيز يتحط اقل حاجة عشان هو اكتر حاجة دسمة. هنقلب كده كويس قوي، وابتدي احط ايه الكابوتشي كده واقلب. تتاكل ساقعه بقى وبتبقى جميله جدا. هقلبهم كده كويس قوي. خلاص ونبقى محضرين بقى البتنجان المخلل. بنخلله ببقدونس وتوم مفروم وزيت وليمون وخل، هنا كمان حاطين معاه فلفل احمر عشان يبقى سبايسي شويه. نقطعه كده شرايح بس كفايه كده. هنقلب نقلبه كويس قوي. هجيب واحده كده اقطعها شرايح. تعالوا نشوف الطبق اللي هنقدم فيه. هنقدم كده السلد. عايزه اقول لكم بتتاكل ساقعه وبتبقى يعني حلوه جدا جدا، لازم تجربوها. طيب نجيب بقى اللي احنا قطعناه كده نحطه. ونجيب 2 كده نحطهم بالشكل ده. بس وكده خلصنا طبق السلطة بتاع النهاردة اللي عبارة عن كابوتشي بالصوص المايونيز والكاتشب والمستردة ومعاه بتنجان مخلل. سهلة جدا وبسيطة جدا بس طعمها جديد
ومختلف. تعالوا بقى كده نبص على السمان، نبص كده انا شايفاه كده. نبتدي بقى نحطه في الطاجن، بس قبل ما نحطه هنحط كده الصوص اللي احنا سبكناه. وهسيبه يغلي غلو، وبعدين ايه قبل بقى ما يغلي هحط له ايه بقى، هحط له كريمه. الكريمه دي انا مش عايزاها تبان، دايما بقول لكم في كده اكلات بحط فيها الكريمه بس ايه من غير ما ابينها، عشان بتدي طعم حلو قوي كده. اقلب اول ما احس ان هو بيغلي كويس قوي هبتدي احطه في الطاجن وادخله الفرن. وهحطه كده فوق الوش، هو الصوص كله هينزل لتحت. هحطه كده بس عايز اظبط السمان عشان لما يطلع يبقى شكله حلو. اهو عايز احطه كده فوق الوش. طبعا كل حاجة مستوية، يا دوبك هندي وش كده. هندخله بقى الفرن كده زي ما هو لحد ما يتحمر. وكده خلصنا طاجن النهارده من طواجن الشهر كله ان شاء الله. عملنا النهارده طاجن فريك بالسمان، وشفنا الخطوات اللي عملناها بيه ازاي، وشايفين كمان منظره حلو ازاي. عايزه اقول لكم شيك جدا، وبيبقى حلو قوي في العزومات، وحلو قوي كمان كطاجن لرمضان. عملنا النهارده عصير تمر هندي بالمشمشيه، وعملنا كمان سلطه كابوتشي بالمايونيز، وكمان البتنجان المخلل مع المستردة والكاتشب. يا رب النهارده تكون وصفات الحلقه عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.